إلى ذلك أشاد الكاتب الصحفي محميد المحميد بمؤازرة مملكة البحرين للشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المحنة التي يمرون بها، مؤكدا على أن الشعب البحريني له تاريخ طويل في دعم القضية الفلسطينية. هذه ليست بغريبة على الشعب البحريني، وبدعم توجيهات جلالة الملك معظم وجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقيادة الحملة التي يقودها سمو الشيخ ناصر. تاريخ الشعب البحريني في دعم القضية الفلسطينية وتقديم التبرعات بكل ما يملك الإنسان البحريني، سواء كان بالمال سواء كان بالعمل سواء كان حتى مثلا إذا كان رسام فهو يبادر بالرسم، إذا كان عامل فهو أيضا يبادر، إذا كان حتى خطيب مسجد أيضا يبادر بالدعاء. كلهم في تخصصه. كلهم في تخصصه.